في هذه اللوحة التشكيلية من خلال البحث الميداني في موسوعة الحصى وجدنا هذه الرسمة. هو عبارة عن خيال، خيال فوق الفرس، وكانه خلف رجل في هذا، اختار هذا المكان كون الرجل انه يطرد وراء خلف رجل والرجل في مختفي او قد اختفى في مكان اخر، وما زال الاتجاه اتجاه الفرس اتجاه هذا الراجل الذي على رجليه، وكان معه سلاح، وهنا علامة السلاح محتزم به سلاح.